بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله فتة الفراخ بالزبادي. عندنا طاسة هنحطها على نار متوسطة الهادية، وهنحط فيها معلقة كبيرة سمنة، وهنحمص 3 رغيفة عيش شامي او عيش بلدي، وهنقلب العيش من وقت للتاني لحد ما يتحمص معانا. وبعد ما العيش يتحمص معانا هنشيله من الطاسة، وهنحط في الطاسة معلقة صغيرة زيت وفصين ثوم مفرومين، وهنحمر الثوم لحد ما ريحته تظهر معانا بس. ولما الثوم يتحمر معانا هنضيف عليه 3 كبشات شوربة فراخ. بعد كده هنسقي العيش المحمص بالشوربه اللي جهزناها. بعد كده هنجهز خلطه الزبادي. عندنا علبه زبادي 200 جرام، و3 معالق كبار طحينه، ومعلقه كبيره خل او عصير نص ليمونه، وملح، وفلفل اسود، وهنقلب كويس. وهنضيف على الخلطه حوالي ربع كوبايه من شوربه الفراخ، ونقلب. بعد كده هنحط على العيش المحمص اللي بليناه بالشوربة رشة من الخلطة اللي عملناها بتاعت الزبادي، بعد كده هنضيف طبق من الرز، سواء رز أبيض عادي أو رز معمول بشوربة الفراخ، ويفضل المعمول بشوربة طبعا. نحط بقية خلطة الزبادي، وهنضيف على الوش قطع فراخ مسلوقة أو محمرة. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو القادم.